السلام عليكم. الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران توعدت بتوجيه ضربة وضربات لإسرائيل وبشكل خاص تجاه الموانئ الإسرائيلية، وذلك للانتقام مما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم بضربات تجاه مواقع الفصائل المسلحة العراقية داخل العراق. التفاصيل: الضربة الأمريكية اعترفت بها بالتمام والكمال القيادة المركزية الأمريكية CNN الأمريكية BBC البريطانية، وكانت هنالك لقطات مصورة من عدد من النقاط التي استهدفت في الداخل العراقي. كانت هي منطقتين هي التي استهدفت طبعا في الأنبار وفي محافظة بابل، وهذه كانت هي الصور التي نقلتها عدد من القنوات للفصائل أو المقربة من الفصائل العراقية، لقطات حصرية خاصة بهم من مواقع التليجرام الخاصة بهم، وضحت طبيعة الدمار وما قامت به هذه الضربات الأمريكية. الذي جرى من تفاصيل هذه الضربة الأمريكية هي أن الطائرات الحربية الأمريكية وليست الطائرات المسيرة الأمريكية قامت باختراق الأجواء العراقية، وفي الساعة 12:20 من صباح هذا اليوم بالضبط قامت الطائرات الأمريكية باستهداف نقطة تابعة للفصائل المسلحة العراقية تأتي إلى غرب القائم، نقطة أمنية خاصة بهذه الفصائل استهدفتها مباشرة ودمرتها، مما أدى إلى مقتل عنصر من هذه الفصائل وجرح 4 بجروح خطيرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن بعد ذلك الولايات المتحدة استمرت باختراقها للأجواء العراقية حتى الساعة 1 من صباح هذا اليوم بتوقيت بغداد لتقوم باستهداف نقطتين في جرف الصخر. هذه المرة نتحدث عن مقر للعمليات لهذه الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى نقطة للتدريب وتخزين الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة كما ذكرت القيادة المركزية وكذلك المصادر الغربية الأخرى. واستخدمت طبعا الولايات المتحدة الأمريكية 4 صواريخ لاستهداف هذه المباني التي نتحدث عنها، مما أدى إلى تدميرها بالكامل، صاروخين على هذا المبنى وصاروخين أخرى على المبنى الآخر على ما يبدو من طبيعة توزيع هذه الصواريخ. وهذا الأمر أدى في نهاية المطاف إلى جرح 4 من عناصر هذه الفصائل العراقية. كان هنالك تحديثا من القمر الصناعي كشف تماما نقطة مقر العمليات الذي استهدف صباح هذا اليوم، وضحت بالضبط أين جاءت هذه الضربة. دعونا نتجه إلى صورة القمر الصناعي. هذه كانت في 21 يناير تقريبا، ليس هنالك شيء، هذه هي جرف الصخر، هنا النهر كما نلاحظ، والمنطقة التي جاء فيها التغيير هنا بالضبط، لاحظ كيف تغيرت الأمور هنا، هذا هو التغيير باللون الأصفر الذي يوضح أن هنالك انفجارا بسبب هذه الضربة الأمريكية في هذه النقطة. لاحظ هنا قبل وهنا بعد، لنأخذ هذه الصورة بشكل أقرب لتتضح لنا، واضح جدا الانفجار والضربة هنا قبل وهنا بعد. إذا واضح جدا أن هذه هي النقطة التي استهدفت، وإذا ما أخذنا طبعا شكل النهر لكي نتأكد من هذه النقطة ومن طبيعة الاستهداف الذي جاء هنا تقريبا بهذا الاتجاه، ونطابق هذا الأمر مع القمر الصناعي، لنتجه إلى القمر الصناعي لكي نطلع على هذه المنطقة، ونتجه مباشرة إلى جرف الصخر، إحدى أهم النقاط للفصائل المسلحة العراقية. وهذا هو جرف الصخر، والمنطقة التي تتطابق معنا هي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا. وإذا ما توقفنا وطابقنا هذا الأمر طبعا مع شكل النهر الذي تحدثنا عنه، هذا هو شكل النهر، وبالتالي الاستهداف بالضبط جاء بهذا الاتجاه، ومقر عمليات الجزيرة الخاص بهذه الفصائل هو يأتي بهذه المنطقة تحديدا، وما يتطابق مع القمر الصناعي الذي تحدثنا عنه هو هذا المبنى بالضبط، هو الذي استهدف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أما النقطة الأخرى التي استهدفت فذكرت المصادر الأمريكية كما تحدثنا بأنها موقع لتدريب هذه الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن أحد المصورين من قبل هؤلاء المصورين أو الصحفيين الذين كانوا متواجدين في المنطقة قال بأنها مدرسة وبأن هذه المدرسة انهارت بالكامل، بالتالي هي مدرسة وهي منطقة للتدريب والوحيدة والمدرسة الوحيدة في جرف الصخر، واحدة أشهر النقاط التي تحولت إلى منطقة للتدريب للفصائل العراقية في جرف الصخر هي هنا إعدادية الكرامة للبنين هنا بهذا الاتجاه، وهذه المنطقة طبعا
هي هنا تبعد ما يقارب 3.1 كيلو مترا من النقطة التي تحدثنا عنها، هنا النقطة التي ضربت الأولى، وهذه هي الإعدادية. ودعونا نتجه إلى هذه الإعدادية تحديدا التي تحولت إلى معسكر للتدريب، وهذه هي النقطة الوحيدة التي تتطابق مع الأوصاف الأمريكية ومن الفصائل. وستجد أنها فعلا نقطة للتدريب، إذا ما اتجهنا هنا إلى هذه الساحة ستجد أنها منطقة للتدريب للفصائل وللجنود من أجل تقوية اللياقة البدنية الخاصة بهؤلاء الجنود. وهذه المنطقة تحديدا سنلاحظ بأنها تتطابق مع صورة سبقت ونشرتها الفصائل المسلحة العراقية، وهي تقوم بتدريبات في هذه النقطة. لاحظ هنا هذه المنطقة المميزة، هنا ستلاحظ بأن هنالك جدارا للقفز، وواضح من الظل أن الجدار الذي يأتي بعده هو أعلى منه نسبيا من هذا الجدار، وبالتالي التدريب يأتي بهذا الشكل لهؤلاء الجنود للقفز مرة أخرى ويستمرون بهذه التمارين. وستلاحظ بأن هنالك مساحة ترابية مفتوحة لليمين، وبالتالي الصورة التي أتحدث عنها هذه الصورة التي نشرت في عام 2021 من قبل الإعلام الحربي لإحدى الفصائل العراقية، وستلاحظ الشكل من الأرض واضح ومتطابق مع ما نراه هنا، وستلاحظ أن هنا الجدار الذي يقومون بالقفز عليه منخفض نسبيا من الجدار الآخر الذي يصبح أو الحائط الآخر الذي واضح جدا بأنه أعلى من الجدار الآخر الذي ذكرناه هنا، وبالتالي كل شيء متطابق هنا وهنا القفز وبعدها القفز بشكل أعلى، وهذه المساحة المفتوحة. بالتالي الأمور متطابقة مع ما ذكر من كل هذه التفاصيل. وسنلاحظ إذا ما ذهبنا هذا الاتجاه إلى اليمين قليلا ستلاحظ نعم أن هنالك الكثير من المنشآت التدريبية، ساحة مفتوحة، ساحة عسكرية واضحة جدا لعملية التدريب. لنتجه إلى الغرب قليلا من هذه المنطقة أو هذه الإعدادية، ستلاحظ فعلا أنها منطقة التدريب، وبشكل عام هذا يوضح أن هذه النقطة هي النقطة التي استهدفت، وبأن هذه المدرسة بأكملها قد دمرت بالكامل. وإن كانت هنالك صواريخ أو طائرات مسيرة مخزنة في هذه النقطة، فقد تكون هذه النقطة هي النقطة الأفضل للتخزين لأنها بعيدة عن المباني الرئيسية. بشكل عام يبدو أن هذه النقطة هي كانت هدفا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الأوصاف. أما النقطة الأخرى تحدثت عنها أيضا الأوساط السورية، وهي تأتي بين الحدود العراقية والحدود السورية وفي الداخل العراقي تحديدا. هنا لنقترب من هذه المنطقة التي تأتي إلى غرب القائم، سترى هنا هذه المنطقة بهذا الاتجاه، هذه هي القائم، سنلاحظ هنا القائم، وهذه هي هنا البوكمال السورية، وهذا هو المعبر الإيراني. والحديث هنا عن أن الضربة كانت في معبر السكك أو المعبر الإيراني الذي يعتبر هو من المعابر الغير قانونية الذي تستخدمه الفصائل المسلحة المقربة من إيران في عبور الأشخاص أو الأسلحة من العراق إلى سوريا، أي بهذا الشكل تقريبا. وهذه منطقة معروفة للغاية، وسبق الولايات المتحدة أن قامت باستهداف هذا المعبر هنا في الداخل السوري، لكن هذه المرة الحديث عن وحدة أمنية تابعة لهذه الفصائل في الداخل باتجاه هذا الطريق، وهنالك وحدة أمنية واحدة، نقطة أمنية واحدة فقط تتواجد، أو مبنى أمني واحد فقط هو الذي يتواجد بهذا الطريق، والمبنى الذي نتحدث عنه من خلال هذا المعبر المهم والسري للغاية بالنسبة لهذه الفصائل هو هذا المبنى، وبالتالي هذا المبنى أيضا هو كان جزءا من النقاط التي ضربت صباح هذا اليوم. طبعا بالنسبة للجانب العراقي ببساطة استنكر هذه الضربة واعتبرها بأنها تصعيد غير مسؤول. الولايات المتحدة الأمريكية قالت ما قمنا به هو ردا على الهجمات الكبيرة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق على قاعدة عين الأسد. كان هنالك هجوما كبيرا مؤخرا بالصواريخ البالستية أدى إلى جرح جنديين أمريكيين على الأقل مع جندي عراقي. الأمر أزعج الولايات المتحدة خاصة وأن ليس هنالك إجراء واحدا من الحكومة العراقية لردع هذه الهجمات، بالتالي الولايات المتحدة بررت ضربتها وقصفها بهذا الشكل. الأهم هي ردة فعل الفصائل العراقية. هنا أحد القادة لإحدى الفصائل المسلحة المهمة للغاية في العراق قال ببساطة بأننا بعد هذه الضربة سننتقل إلى المرحلة الثانية وسنعمل على حصار البحر المتوسط، سنحاصر إسرائيل في البحر المتوسط. وهذا التصريح أخذ اهتماما كبيرا من العديد من الأوساط الغربية، بل حتى
الأوساط الإيرانية اهتمت تماما بما ذكر من هذا التصريح من هذا القيادي في الفصائل العراقية، لأنه يتطابق تماما ويأتي مكملا لتصريحات صدرت من نائب منسق الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي في 23 من ديسمبر من العام الماضي، أي الشهر الماضي تقريبا. الرجل قال بأننا قد نغلق ونذهب بطريق إغلاق البحر المتوسط وكذلك مضيق جبل طارق. يعني لاحظ هنا كان الحديث بشكل واضح، قال بأننا الآن أغلقنا البحر الأحمر في إشارة إلى ما تقوم أو ما يقوم به جماعة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، وقال رأيتم الكوابيس منا في مضيق هرمز، وهم طبعا إيران مطلع على مضيق هرمز وممكن أن تقوم بالعديد من الأمور، لكنه ذكر الحصار على البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، والجميع بدأ ينظر إلى الجزائر خاصة وأن هنالك العديد من التقارير التي تتحدث بأن هنالك قواعدا للحرس الثوري الإيراني وكذلك قواعدا لحزب الله اللبناني وتدريبا من هذه الأطراف لجبهة البوليساريو هنا، وبالتالي التوقعات أن تضرب السفن التي تأتي من المحيط الأطلسي إلى مضيق جبل طارق، وبالتالي السفن لن تمر إلى إسرائيل ويكون هنالك حصارا مطبقا من قبل الجانب الإيراني وأذرعهم في هذه المنطقة. لكن يبدو أن إيران انتبهت إلى حقيقة أن هذا الأمر سيؤثر على دول أوروبية كبيرة، وهذا قد يؤدي إلى تحالف أوروبي كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية لجعل إيران في موقف خطير، وتهدد إيران وتهدد فصائلها بشكل كبير لأن الأمر سيؤثر عليهم. والآن نرى الآن العراق يصرح بشكل واضح بأنه هو الذي سيدخل بنفسه إلى عملية الاستهدافات باتجاه البحر المتوسط، وقد شهدنا العديد من التقارير التي صدرت أو البيانات بدءا من هذا الشهر من هذا العام. لاحظ في 7 يناير الفصائل العراقية تحت عنوان المقاومة الإسلامية في العراق أعلنوا بشكل واضح بأنهم تمكنوا من استهداف حيفا في إسرائيل واستخدموا صاروخ الأرقب كروز مطور، وجاءت الأنباء تتحدث بأن هذا الصاروخ وصل مداه إلى 1000 كيلومتر في 7 يناير، وفي 16 يناير أكدوا بأنه تم الاستهداف بشكل ناجح على حيفا، وكانت هنالك لقطات قاموا بتصويرها ليؤكدوا بأنهم يمتلكون هذا الصاروخ الذي حقق استهدافات مباشرة وناجحة. والسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قال بنفسه نعم أن هذا الصاروخ وهذه المعلومة صحيحة وتم الاستهداف لحيفا، بالتالي لديهم صاروخ استراتيجي الآن وليس بالعادي. ويجب أن ننتبه أن المقاومة الإسلامية في العراق هي ليست فقط في العراق، هي بدأت تقوم بعملياتها بعد كل ما جرى في قطاع غزة. أعلنوا عن المقاومة الإسلامية في العراق وبدأوا ينفذون عمليات في العراق وينفذون أيضا العمليات في سوريا، وبالتالي ممكن لهذا الصاروخ أن ينطلق من سوريا وأن ينطلق من العراق، وممكن أيضا الطائرات المسيرة أن تلعب هذه الأدوار إن كانت من سوريا وإن كانت من العراق، ولكن هذا الصاروخ يمتلك سرعة عالية للغاية إذا ما حقق هذه الاستهدافات. وحيفا التي نتحدث عنها هي تأتي هنا بهذا الاتجاه، ويجب أن ننتبه إلى خطورة ما يأتي هنا من هذا التطور ومن هذا التصريح. بالنسبة لجماعة الحوثي طبعا في اليمن أغلقت تقريبا ميناء إيلات بعد كل الاستهدافات في البحر الأحمر التي نتحدث عنها بشكل يومي، ونلاحظ التصريحات حرب كبيرة تجري، بالتالي السفن أصبحت غير حاضرة هنا، شركات الشحن ابتعدت عن البحر الأحمر بسبب كل الاستهدافات، وبالتالي بقيت لإسرائيل 4 موانئ مهمة مطلة على البحر المتوسط. هذه الموانئ هي عسقلان وأسدود والخضيرة وكذلك حيفا، ولكن بالنسبة لعسقلان وأسدود هنالك مشكلة بالنسبة لهذه الموانئ بسبب أن الفصائل الفلسطينية أطلقت الكثير من الصواريخ باتجاه هذه المدن وهذه الموانئ، وبالتالي شركات الشحن ابتعدت تماما عن هذه الموانئ، والموانئ أصبح من الصعب المرور بها بسبب وضع الحرب والظروف الصعبة للغاية، وهذا ما جعل شركات الشحن والسفن أن تذهب مباشرة إلى ميناء حيفا في ظل الوضع الصعب في إيلات وفي ظل الوضع الصعب في هذه الموانئ. وميناء الخضيرة هو ميناء صغير لا يمكنه استيعاب الكثير من السفن، وبالتالي كل الحمل والضغط أصبح على ميناء حيفا، وميناء حيفا أصبح هو الأهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وهنا تأتي خطورة ما تتحدث عنه الفصائل العراقية على الجانب الإسرائيلي، أي ضربة ممكن أن تتحقق على هذا الميناء ستؤدي إلى مشكلة اقتصادية كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي ينفق الكثير والكثير في الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن بنيامين نتنياهو لديه خلافات كثيرة مع جو بايدن الرئيس الأمريكي، وهذا ما تلاحظه إيران وتلاحظه هذه الفصائل في
المنطقة، إن ضغطوا بهذا الاتجاه ممكن لبنيامين نتنياهو أن ينهار في ظل ضغط كبير جدا في الشارع ضده من المعارضة بعد كل ما جرى منذ 7 أكتوبر العام الماضي حتى يومنا هذا. وقد يعتقد البعض أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للفصائل العراقية بسبب المنظومات الدفاعية الكبيرة الموجودة من الجانب الإسرائيلي، منظومات الباتريوت القوة الأمريكية الموجودة لن تسمح، سيكون من السهل التصدي لهذه الصواريخ. يجب أن ننتبه، قد تكون محقا، ولكن يجب أن ننتبه إلى حزب الله اللبناني وقدراته الصاروخية العالية، وهو يصعد بشكل كبير في الشمال الإسرائيلي، و150 ألفا من المواطنين الإسرائيليين أصبحوا غير موجودين في شمال إسرائيل. وفي كل لحظة وفي كل يوم إسرائيل تقول بأنها ستدخل وتتهيأ لحرب مباشرة مع حزب الله اللبناني. بالتالي إن كان هنالك تنسيقا بين حزب الله اللبناني وبين الفصائل العراقية في هجمة واحدة مباشرة، ممكن لحزب الله أن يطلق 3000 أو 5000 صاروخ مرة واحدة كما فعلت حركة حماس في 7 أكتوبر، مكنها هذا الأمر ليحقق غطاء ناريا لتدخل دخولا ناجحا وتخترق العمق الإسرائيلي وتوجه ضربة كبيرة للعمق الإسرائيلي. ممكن أن يتم من حزب الله اللبناني مرة واحدة ويشاغلون المنظومات الدفاعية والرادارية، وتأتي الفصائل العراقية لتطلق هذه الصواريخ مباشرة على ميناء حيفا. سقوط صاروخ أو صاروخين أو إطلاق صافرات إنذار أو غيرها سيجعل هذه الشركات بعيدة تماما عن الشحن، وبالتالي يتم إطباق أو محاصرة إسرائيل من البحر المتوسط دون التأثير على الدول الأوروبية. بالتالي الموضوع خطير وكبير للغاية، ولكننا أيضا يجب أن لا ننسى بأن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية هي إسرائيل، وهذا قد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية توسع من عمليات في المنطقة من أجل إنقاذ إسرائيل من مثل هذا السيناريو الخطير الذي ممكن أن يؤثر عليها بشكل كبير. يجب أن ننتبه أن جماعة الحوثي رغم كل العمليات التي تأتي ضدهم إلا أنهم لم ينتهوا أبدا من عملياتهم التي يقوموا بها، هم مستمرين في عملياتهم. واحدة من أهم التفاصيل التي نشرت عن هذه المسألة هي من الوول ستريت جورنال. الوول ستريت جورنال أكدت بأن هنالك وحدات إيرانية خاصة الآن تمكنت من نقل أسلحة مهمة بالنسبة لجماعة الحوثي. تحدثوا عن الوحدة رقم 340 في فيلق القدس الإيراني، وكذلك الوحدة 190 في فيلق القدس الإيراني التي سمعنا كثيرا عن وجودها في سوريا تحديدا، والتي تقوم بتنسيق نقل الأسلحة بين إيران ومباشرة إلى سوريا، إن كانت على مستوى الجوي أو إن كانت على المستوى البري عبر العراق. وبالتالي الحديث هنا من هذه التفاصيل بأن الشحنات الإيرانية لا زالت تمر، وهنالك مرور هذه الأسلحة بشكل ذكي وبطريقة عالية للغاية. التكنولوجيا الصاروخية وغيرها لا زالت تمر لجماعة الحوثي، وجماعة الحوثي تستفيد منها حتى هذه اللحظة رغم كل العمليات القادمة التي رأيناها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وما هو مثير للجدل أن بعد الضربة الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قامت الولايات المتحدة بنفسها بضربة بعد تلك الضربة باستهداف طبعا منصات أو منصتين لإطلاق الصواريخ كانت تهدف لمهاجمة البحر الأحمر من أجل إضعاف القدرات الخاصة بجماعة الحوثي. لكن جماعة الحوثي اليوم حققت استهدافات أساسا في خليج عدن وكذلك في مضيق باب المندب. الأمر تأكد من قبل هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية بهذا الشكل، أشارت لخليج عدن اليوم بأن هنالك استهدافا وأن هنالك استهدافا آخر في مضيق باب المندب. يوضح أن جماعة الحوثي من الصعب جدا أن تضعف، وهذه مواجهة ليست بالسهلة. ولا بد الانتباه إلى طبيعة ضربات لجماعة الحوثي. سفينة زوغرافيا التي استهدفت في 16 يناير تم تصوير ونشر التصوير كيف أنها استهدفت من جماعة الحوثي بضربة بهذا الشكل. لاحظ الصاروخ، هذا هو الصاروخ الذي سقط، ليس طائرة مسيرة هي التي استهدفت هذه النقطة. وإتش آي ساتن أحد أهم الخبراء في المسائل البحرية أكد أن هذا الصاروخ يتطابق مع صاروخ عاصف الخاص بجماعة الحوثي، وهو في الحقيقة صاروخ فاتح 313 المضاد للسفن، هو الذي ضرب هذه السفينة. وهذه السفينة نشر عنها مقطع في 24 ساعة الماضية في قناة السويس، وهم يلقون نظرة على طبيعة الضربة بأن هنالك اختراقا خطيرا لهذه السفينة، والضربة لم تكن عادية. هذه الصورة تحديدا توضح لك أن الخرق
هنا تم بهذا الشكل، ولاحظنا أن الصاروخ قد سقط من هذه النقطة، وبالتالي واضح جدا أنه حقق اختراقا كبيرا بهذه السفينة، ومثل هذه الضربات ممكن أن تؤدي إلى غرق السفينة. لاحظ هنا قبل وهنا بعد، بالتالي ضربات ليست بالعادية، وجماعة الحوثي مستمرة في هجماتها حتى على مستوى الدبلوماسية. الولايات المتحدة الأمريكية صدق أو لا تصدق، تحدثت الفاينانشال تايمز بأن الولايات المتحدة ذهبت للصين لتقنع الصين بأن تتحدث مع إيران لتقنع جماعة الحوثي للتوقف عن هذه الهجمات، ولكن أكد هذا المصدر الذي نتحدث عنه الفاينانشال تايمز بأن الرد كان لا رد، لم يكن هنالك ردا أبدا للولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي الهجمات مستمرة، وها هو العراق يدخل يتحدث عن البحر المتوسط.